المؤمن الحق يا أيها الأحبة كالشجرة المثمرة، كلما رجمت بالحجارة أسقطت ثمرا طيبا، فيا له من قمة ويا لها من مثل. ها هو يهودي معه كلب، واليهود لطالما استفزوا المسلمين يريدون أن يوقعوهم في شركهم. يمر على إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ذلكم المؤمن فيقول له: ألحيتك يا إبراهيم أطهر من ذنب هذا الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك؟ فما كان منه إلا أن قال بهدوء المؤمن الواثق بموعود الله عز وجل: إن كانت في الجنة لهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار لذنب كلبك أطهر منها. فما ملك هذا اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول هذا لعموم الناس، أما نحن الدعاة ونحن طلبة العلم، والمفترض في الحاضرين أن يكونوا طلبة علم، ليس لنا أن ننزل عن مستوى دعوتنا إلى التراشق برديء الكلام، ليس لنا أن ننزل إلى سفاسف الأمور، ولو حاول غيرنا جرنا إلى هذه الأمور. ليكن تحركنا ذاتيا فلا يحركنا غيرنا، لئلا نستجر إلى معارك وهمية خاسرة ولا شك. ثم علينا ألا نغضب لأنفسنا، بل علينا أن نسمو بأنفسنا عن كل بذيء وعن كل ساقط. لو كل كلب عواء ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ومن عاتب الجهال أتعب نفسه، ومن لام من لا يعرف اللوم أفسد. ليس معنى ذلك أن نستسلم فلا ندافع، لكن المدافعة أحيانا يا أيها الأحبة تكون بالسكوت، والمدافعة أحيانا تكون بالاختفاء، والمدافعة أحيانا تكون بالإعراض عن الجاهلين. في يوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ يوم أصاب المسلمين ما أصابهم، نادى أبو سفيان ولا زال مشركا رضي الله عنه وأرضاه، قال: هل فيكم محمد؟ فلم يرد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا بالرد. هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ فلم يجبه أحد، مع أن الجواب قد كان أغيظ له، لكن الموقف كان يستلزم السكوت، من باب قول القائل: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ومن باب قول الآخر: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف. وفيه أيضا لصون العرض إصلاح: أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخزى لعمر الله نباح. ها هو الإمام أحمد عليه رحمة الله في مجلسه وبين تلاميذه، ويأتي سفيه من السفهاء فيسبه ويشتمه ويقذعه بالسب والشتم، فيقول طلابه وتلاميذه: يا أبا عبد الله رد على هذا السفيه. قال: لا والله، فأين القرآن إذن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل.